السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا الفيديو راح نتكلم عن أهم معلومات Resident Evil Revelations 2 اللي تم الإعلان عنها. متى تم الإعلان؟ أول شيء هو بخصوص الأبطال في هذا الجزء، عندنا كلير ريدفيلد ترجع مرة ثانية اللي كنا قد شفناها في Resident Evil 2 وشفناها في كود فيرونيكا، فالحين هذا البطل ترجع مرة ثانية هنا من ذي. هذا يفترض أنها كلير بعد 10 سنوات من آخر مرة شفناها فيها، فعموما مو مشكلة. مين الشخصية الثانية اللي معاها؟ في عندنا بطلة انفيمس، لا نمزح معاكم، هذه مو بطلة انفيمس ساكنستان، هذه موريال، هي تصير بنت باري اللي كنا قد شفناها في الجزء الاول. اذا انت تذكر اجزاء ريز القديمه وتتذكر الصوره هذه، فموريا هي البنت اللي واقفه ورا مع امها. الفكره في اللعبه هنا ان كلير هي الشخصيه الرئيسيه وموريا هي اللي تساعدها، يعني شيء يشبه لحد كبير جول وإلي في لاست اوف اس، انه انت تركز على كلير ان هي اللي تمشي في اللعبه وهي اللي تسوي الاكشن وكذا، وهذيك تساعدها من بعيد لبعيد. لكن لما تموت كلير تنتهي اللعبه، احداث هذا الجزء تدور بين الخامس والسادس. طيب، وتبدا اللعبه بانه كلير وموريا يحسون نفسهم كانوا مخطوفات كذا، فيقومون فجاه في جزيره كذا مهجوره، ويلا عاد تبدا اللعبه. يقول لك هذا مره كابكوم انهم مركزين يخلون اللعبه انها مرعبه اكثر من انها لعبه اكشن، ويعني بتكون مرعبه حتى اكثر من ريفيليشن اللي قبل، وان هذا الشيء يعود بفضل الجمهور، يعني ضغوطات الجماهير، وانهم يبغون يرضون الجمهور اللي يبغون طريقه اللعب الكلاسيكيه. منتج اللعبه وكابي وش يقول؟ يقول ان الحين هم كانوا يواجهون يعني زي ما تقول صعوبه في انهم يحددون كيف يكون طريقه اللعب هذا الجزء، لانه يعني في عدد كبير من اللاعبين يبغون طريقة اللعب الكلاسيكية اللي هم الجماهير القديمة للسلسلة، وفي برضه الناس الجدد على السلسلة يبغون طريقة الأكشن حقها، فكانوا مرة محتارين، فهم جالسين يحاولون يعني يخلطون بين هذا الشيء، لكنهم كانوا يميلون لطريقة كلاسيكية أكثر. الأعداء في هذا الجزء مش زومبيز، هم عبارة عن ناس تعرضوا لفيروس شيء جديد كذا، فهم مش زومبيز، لا أشكال تشبه الزومبيز لكنهم لا مش زومبيز. من الأشياء اللي صاير الحين في هذا الجزء يقول لك إن في عناصر تسلل، إنك تقدر يعني تتخبى وراء الأعداء وتيجي تضربهم، هذه حركات يمكن كنا نشوفها في ألعاب زي لاست أوف أس شيء زي كذا. ففي ناس الحين يعني يوم عرفوا هذه الحركة يقول لك إنه لا اللعبة راح تخرب بسبب هذه الحركة، ناس يقول لك لا اللعبة راح تنجح بسبب هذه الحركة، صارت تشبه لاست أوف أس من هذه الناحية. أنا أشوف إنه ما راح نقيس سبب نجاح لعبة أو عنصر مميز في لعبة إنه هو يكون سبب نجاح لعبة ثانية، مو شرط. يعني مثلاً عند مثلاً ريزنت إيفل 3 يعني اكثر شيء يعني كان مميز فيها اللي هو النمسيس، هذا مو معناه لو اخذنا النمسيس من ريزيدنت ايفل 3 مثلا ورميناه في لاست اوف اس، لاست اوف اس بتصير لعبه افضل بكثير، مو شرط يعني. لكن اهم شيء هل راح يقدرون يضبطون الحركه هذه في هذا الجزء ولا لا، هنا مهم. والاعداء في هذا الجزء راح يكونون سريعين يعني وفيهم شويه ذكاء، يعني الموضوع ما راح يكون درعمه بالنسبه لك، لازم تعرف بالضبط متى انت تبي تطلق عليهم وتقتلهم عن طريق سحتك وكذا، ومتى انت تبي تتجسس من وراهم. هذا يصير زي لاست اوف اس بس تلعبها على هارد. اللعبة بإذن الله تعالى راح نشوفها على الحاسب الشخصي وأجهزة الجيل الجديد والجيل القديم، طبعا الحاسب، وعلى الأجهزة الجديدة راح تكون بوضوح 1080 بي و60 إطار بالثانية. اللعبة راح تنزل بإذن الله تعالى بداية العام القادم 2015، فأعطونا رأيكم في التعليقات، إيش رأيكم بالمعلومات عن اللعبة وكذا، وإذا أنتم متحمسين لها ولا لا، وبرضو على أشكال الشخصيات الغريبة في هذا الجزء طالع كم طالعين من سايلنت هيل. فعموما كان معاكم أحمد بن محفوظ، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم.